الوغ كيف ما قلت البارح انه ما غاديش نبقى ننتظر الناس اللي غيبقاو رطاب. قلت لكم ديروا بحساب 8 ونص سي بون، قلت لكم على اساس 8 و45 غادي نبدا، وفعلا غنبدا ديفينيت سي بون. هاد لا سيونس هادي كونسيرن تو سكي باتري. كنا في اون سيونس يعني في لا سيمين بريسيدونت، اون ا فيو كيلك برانسيب سور لي كومبوزون دو لا باتري. يعني كنا شفنا وناقشنا دوك لي كومبوزون لي زيليمون لي كيكونوا ليا لا باتري، وقلنا بويسك فيها لا باتري اون جينيرال ديال لوطوموبيل كيكون فيها 12 فولت، لي زيليمون كل واحد كي كونسيرفي اون تونسيون دو 2 فولت، يعني فيها 6 ديال لي زيليمون، 2 فولت في كل واحد فيهم. اوكي لي زيليمون كيكونوا اون بلومب ياك، و ils sont montés en série، يعني مركبين في الداخل ديال لاباتري على التوالي. اوكي فيها القطب السالب القطب الموجب، يعني بورن بوزيتيف اي بورن نيجاتيف، وهذوك لي زيليمون ديال البلوم سي بون اولا لي بلاك كل واحد كيفاش كيسموهم، كلهم كيكونوا مغطوسين في واحد لا سوليسيون في واحد المحلول كنسميوه ليليكتروليت. ليليكتروليت وهو مكون من دو شوز، مكون من لو ديستيلي من الماء بوحدو، وكنا ذكرنا عن انه لو ديستيلي هو الماء المقطر بما معناه ليس فيه املاح معدني H2O بيور، هذا هو لو ديستيلي بلس اسيد سيلفيريك واحد المحلول حمضي، فوالا سميتو اسيد سلفيريك حمض اسيد سلفيريك. مهم خاصنا نحفظو لي مو تكنيك اون فرونسي. كومون سو شارج لا باتري او لا كومون سو دي شارج، هاد لوبيراسيون هادو بجوجهم كيكونو سويفون هذاك لو فلو دي زيليكترون ياك، لو فلو دي زيليكترون اونتر هذوك لي بلاك مع ليليكتروليت من جهه، وحتى مع لو باساج ديالهم عن طريق لي ليزون الكتريك اللي كاينين، يعني من البورن بوزيتيف حتى البورن نيجاتيف. مثلا اونتر هاد لي بورن هادو كيكون عندي دي كونسوماتور إلكتريك، يعني مستهلكين كهربائيين بحال البولات بحال اي حاجه كتاكل ليا الضو اللي كتجبد ليا لو كورون إلكتريك، وكلشي كيكون ليي البورن بوزيتيف من جهه ياك، والبورن نيجاتيف اللي كنسموها في الطوموبيل كامله هي لاماس. لاماس هي البورن نيجاتيف القطب السالب ديال لاباتري. كنا توقفنا هنايا شفنا يمكن كيفاش كنعبروا ديك لو دوغري داسيديتي درجه الحموضيه الحمضيه ديال هذاك المحلول اللي سميناه ليليكتروليت. واحد لوتي ماشي اباري، هي سيت نوتي سميتو بيزاسيد، وقلنا الحصة الماجية إن شاء الله اللي هي هذه غنحاولوا نشوفوا فيها لي زوتر كاركتيريستيك ديال لاباتري، لي تيب ديالهم، لا كلاسيفيكاسيون ديال لاباتري، كيفاش كنديروا لونتروتيان لو كونترول ديال لاباتري، يعني كيفاش كنفحصوا لاباتري من جهة، وإلا بغيت نشري باتري يعني شنو هما لي شوز اللي خاصني نرد لهم البال.
Avant de commencer cette séance, est-ce que vous avez des questions? واش عندكم شي سؤال في هادشي اللي فايت اللي ذكرت به دابا دون لو رابيل اسكو فوز افي دوطخ كيستيون قبل ما نبدا دابا alors je pense qu'il n'y a pas comme vous voyez devant vous les batteries sans la batterie les automobiles modernes ne démarreraient pas du tout même quand je démarre les automobiles modernes le farq li kayn bin tomobilat li huma jdad w tomobilat al qdam tomobilat jdad wakha dfaha ma démarrech lik khas darouri tkoun la batterie mcharge الطوبيلات القدام الى ديشارجات لا باتري يكفي فقط انه ندفئوا هذيك الطوموبيل اوكي او لا نهبطوها مع شي تهويده معينه وصافي لو كونديكتور اللي هو السائق كيدير الفيتاس ديالو دوزيام فيتاس ولا هذا طق وكيطلق لومبرياج صافي كيولي الرويض هما اللي كيدوروا ليك الموتور لاصت لو ديمارور او كديماري وبخير وعلى خير لكن في الطوبلات الجداد ما غادي ما يديماريو ليكش واخا دير هاد لي ميثود هاد الطرق التقليديه لا سي بون واخا تبقى تدور في داك الموتور بالرويد مع شحال ما كاينش ضروري من هذيك لا باتري خاصها تكون سي بون avant la batterie, la puissance de démarrage était fournie par le conducteur de démarrage du moteur avec une manivelle insérable. Quand tu as une batterie, tu as une serrable qui est une manivelle. La manivelle est le pédale de la pédale. La manivelle est comme un arfino. C'est bon. وكي انسيري في الموتور في واحد المكان معين كيبقى كيدور بيه حتى كيديماري قبل هذا الشيء ما تكون اون باتري من بعد باش نحيدوا هذاك لي فور فيزيك اللي كيديروا السائق درنا لا باتري كدور ليا لو ديمارو سي بون مي دوبوي بلوزيور هذا ديني ليكترونيك مودرن لي كومبري لي بيل ا كونتريبي ا سو بروسيسيس يعني ولاو عندي هاد لي بيل Ok. Malheureusement, même aujourd'hui, les défauts avec les batteries contribuent au nombre de pannes de voitures. Et les gars qui ont dit ça, tourna. Had shidienna, ragma delika, kalqaw, bzaf diel li pan, sebab dielhom hiya la batterie. C'est bon? De nombreux composants des véhicules modernes, tels que la clim, les appareils chauffage, système d'info, d'avertissement, ajoutent aux exigences sur le stockage de l'énergie. Les consommateurs électriques, ils ont la batterie. les exigences يعني الإكراهات ديالها السلام عليكم بخير Il existe des solutions de batteries spéciales pour les véhicules équipés d'un système de démarrage et d'arrêt, bien que ce soit souvent plus coûteux que les dispositifs de stockage d'énergie conventionnels en raison de leur capacité supérieure. Alors, là, l'idée évacuée ici, il y a un le
Les batteries, ils ont bien développé, ils sont bien développés pour répondre aux demandes continues, l'énergie, les véhicules auto. Pour les prix, ce qui est pris, un prix d'une batterie. كيف ما غادي نقولوا تكنيكمون اكسبتي ياك راه بادي من 800 درهم 800 درهم وغدا ولكن حسب اش حسب لا كاباسيتي دو ستوكاج ديالهم من جهه ياك حسب لا كاباسيتي دو ستوكاج من جهه وعلى حسب وعلى حسب لا دوغي دو في حسب بلوزيور شوز غادي نشوفوهم ابخي سي بون تيب دو باتري بور فواتير هذا هنا إلا بغينا ناخدو اون باتري سي بون عندنا بلوزيور شوز خاصنا نبازيو عليهم ياك عندهم العلاقة بحال يعني عندهم العلاقة كيف ما قلنا بالنوع ديال هذيك لو فيكول ديك السيارة مثلا النوع ديالها كيفاش كتحط فيها لا باتري كيفاش دايرين هذوك لي بورن راه غادي نشوفوا هذا الشيء في لي باج افونير لي باتري فيرمي اي سون انتروتيان غارني دو بلوس ان بلوس سور لي سيستيم كونفونسيونيل اوفر اي ريشارجابل المقصود بلي باتري فيرمي هما هذوك لي باتري لي بوشون ديالهم ياك اي سون كاشي اوكي داكشي ديال بدل الماء ولا زيد الماء داكشي صافي ما يعني ماشي غنقولوا ما يمكنش وانما غير متاح و سون ريشارجابل اوسي هادوك هما اللي ولاو كيشدوا السوق بزاف لو نو كوميرسيال ابيتيوال دو لا باتري دو ديماراج اي تون فيت با توت افي كوريكت الكود دي لي باتري اللي كيتستعملوا في لو ديماراج لحد الساعه والناس ولفوا واحد لو تيرم واحد الاسماء معينه ولكن غير صحيحه وهذا الشيء راه كينطبق على بزاف د الحوايج كيف ما هضرنا سابقا قلنا ودي كتمشي عند مول الحانوت ما كتقولش عطيني من الصحوق ديال الصابون لا كتقول ليه عطيني التيد ياك وكيقول لك هو اش من تيد واش تيد نيت او لا اومو ولا الاريال ولا فهمتي يعني دينا احنا على هذيك كلمه تيد انه هو المقصود به هو مسحوق التصحبين مثلا كذلك عندنا في لا ميكانيك اوتو عندنا اسماء اللي نهار الاول سمينا بها هذيك الحاجه لانها كانت مصوبه غير في واحد لامارك بوحدها ولينا كنسميوها بسميت هذيك لامارك اوكي وبقات هذيك السميه لاصقه واخا دابا خرجوا 10 ديال لي مارك باقي لحد الساعه كنسميوها بالسميه ديال اول ماركه بانت عندنا في السوق في العالم وبقات لحد الساعه هذا هو اللي بغاو هما يوصلوا لكم هنا كاغ لي ايسونسيلمون اون باتري ا بلومب اسيد يعني الباتري اللي فيها الرصاص والاسيد اللي يدوني عليها ديك الساعه كي كونتينيوالمون ريشارجي بار لالتيرناتور اللي قلنا لا بيس اللي كتشارجي ليا لا باتري اي بارسيالمون ديشارجي بار لي ديفيرونت ديسبوزيتيف بار لي ديفيرونت باردون ديسبوزيتيف دون لا فواتور كي يوتيليز ليكتريسيتي فو بوفي لير لي ديفيرونس انتر لي بيل دون الوغ هنايا عندنا كيلكو ديفيرونس بين لي باتري او لا لي بيل هما اللي كنقولوهم حنايا بالدارجه ديالنا الحجر
اللي كناخذوا الحجر ديال التيليكوموند، الحجر ديال الشوفو، هي دابا وغاديه. سي بون. باتري ابلومب اسيد، سو كون ابيل لي باتري هوميد. علاش هوميد؟ يعني لانهم فيهم اون سوليسيون داخل واحد المحلول. سي بون. لو تيب لو بلو كورون دو لا باتري دو فواتور، ترو لور بور لي موطو، بالنسبه للمطره كتكون ثقيله بطبيعه الحال، وهي اللي كتكون مستعمله في لي فواتور، السيارات. باتري اش جي ام، لا ليميير اي دونك ابروبريي بور اون موطو او ليو دو بلاك دو بلون بلو. هذه دابا هي اللي كتكون بزاف مستعمله في لي موطو لانها خفيفه. اون كوش دو فيبر دو فير دو ليميير كي اي construite. HGM signifie absorbent glass material. OK, absorbent glass material. هذه هي دوك لي باتري اللي كيكون فيهم الزاج لداخل، ما فيهمش هذوك لي بلاك ديال الرصاص. لي بلاك ديال الرصاص كيكونوا ثقال. هذوك الباتري اللي فيهم بلاك الرصاص، ابلومب داسيد في الطوموبيلات المطر، كيكونوا هذوك ثقال. كندير فيهم باتري HGM اللي فيهم الزاج. كاين عندي لي بيل او اف بي، هادو سو سون دي باتري انوندي، برينسيبالمون يوتيليزي دون لي فيكول ايكيبي دو سيستيم دو ديماراج اري، ان تيب دو ماي بور لي ستير سير دو سيبور دو ستوكاج. يعني هاد لي باتري هادو عندهم واحد الشكل اللي هو ان بو ديفيرون. اوكي. وهي كيكون فيها البوليستير، سي بون، الداخل مخلطه، كيسموها او اف بي في لي فيكول اللي فيهم لي سيستيم ديماراج داغي. هذه سي اون اوبسيون اللي غادي نشوفوها في لو ديرني كار، يعني في الربع الاخر ديال لي كور ديال الموتور ا اسونس اي ديزل ان شاء الله، غادي نحاولوا نرجعوا ليهم. لي بيل جيل كونتيان دو لاسيد جيلاتينو، يعني فيها لاسيد جيلاتينو، داكشي علاش سميناها جيل. اون ريزون دي فورت اكزيجونس دو بويسونس دي سيستيم تري بيرفورمون. هادو شي حجرات حتى هما راه كيتعتبروا دي باتري بطبيعه الحال. سي بون. فيهم واحد لاستيد جيلاتينو كنسميهم بيل جيل، وكيكونوا هادو في دي سيستيم اللي هما مجهدين بزاف، يقدروا يكونوا في دي فواتور، يعني في الطوموبيل كتكون هاد لاباتري هادي العاديه اللي عارفينها نتوما، وكيزيدوا عليها وحده في هادو كتكون غالبا معزوله جهه لو كوفر غالبا. بيل او ليثيوم، هذا الليثيوم عاوتاني واحد الحاجه اللي هي كانت من اختراع باحث مغربي، هو اللي صوب لنا هاد الباتريات ديال الليثيوم، وراه عندكم في البورطابلات ديالكم كاملين. اوكي. دابا هاد الليثيوم اللي باتري بالليثيوم كيكونوا مستعملين في لي فيكول الكتريك او الهبريد. لي فيكول الكتريك هما السيارات اللي عندهم دي موتور خدامين بالضوء، ياك. و لي فيكول هبريد هما السيارات اللي فيهم دو موتور، ان موتور الكتريك اي ان موتور ا كاربيرون، يعني ان موتور تيرميك، سواء خدام بليسونس او خدام بالديزل. وهادو الفرق بينهم وبين لي باتري ابلوم، انه هادو ديال الليثيوم كيكونسيرفيو ليا لينيرجي اكثر من الاخرين، وكيكونوا مزيانين، راه هما اللي عندكم في لي بورطابل ديالكم. بوطون يوتيليزي اون باتري دو فواتور بور شارجي اون باتري دو موطو، مهم كذا، هذا واحد الهضره اخرى. سي بون. هنا كاين عندنا واحد الباراغراف زوين كيشرح ليا واحد لي لا كاركتيريستيك عندي في لي باتري. دون لي فيكول مودرن لي باتري دواف بور لا بليبار فونكسيوني سوز اون فورت دوموند اون ريزون دو سيستيم تيل كو لا كليم شوفاج اي ايتترا.
Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait beaucoup de différents types de batteries. D'abord, les batteries, je te dis qui confirment les caractéristiques les principales, c'est-à-dire les choses. Le voltage d'IELA, je suis fier. يعني احنا متفقين على 12 فولت اللي كاين فيهم كلهم وشحال من امبير كتهز سي بون وشحال كتقدر تخرج شحال كتقدر تخرج اوكي هو هذا اللي كنقول لي امبيرور ماشي امبير بار اور وانما امبيرور يعني دين فاسون كونتينو يعني 55 امبيرور 60 هذا هذا لو نومبر امبيرور اشنا هو سي كوريسبون على كاباسيتي دو ستوكاج ديال لا باتري من جهه اكثر دقه لا كونتيتود دو كورون كي بو اتر برودوي ا اون تمبيراتور دو 27 دوغري سيليسيوس سور 20 اور سي بون سور 20 اور هذا هو ال يعني هاد لا باتري اوكي تقدر تعطيني مثلا لا باتري اللي فيها 55 امبير اور المقصود انها تقدر تبقى تعطيك 55 امبير عندها هذيك المقدره تبقى تعطيك 55 امبير ياك تخرجها بصفه مستمره مده 20 ساعه تحت درجه حراره 27 دوغري سيليسيوس هذا هو المعنى ديال 55 امبير اور 60 امبير نفس المعنى 60 امبير بصفه مستمره ياك بدون انقطاع لمده 20 ساعه تحت درجه حراره 27 درجه سيليسيوس لي فواتور اوكي اللي هما صغار وهذا كيحتاجوا غير 36 امبير سو كي ناتيغيلمون اون كاباسيتي موندر كو لي فواتور كومباكت اللي كيبغوا 50 امبير لي فواتير دو كلاس موين 70 امبير طاي نورمال 120 امبير دابا هادي نحسب كل سياره وشحال كتطلب شحال كتجبد يعني شحال عدد المستهلكات الكهربائيه اللي كاينين فيها يعني لي كونسوماتور الكتريك مستهلكات كهربائيه نمشيو دابا لا كلاسيفيكاسيون كيفاش كنفرقوا بين لي باتري Pour une classification précise des batteries de voitures, le courant, les ou l'ampérage, l'intensité, ou le courant, ou l'ampérage, ou la capacité de charge pour la plupart servira de mesure. Yek, ultime. Had le courant hada. Tous les dispositifs de stockage fonctionnent à 12 volts. De sorte que la capacité doit servir de caractéristique de définition. Cet unité de mesure électrique indique la quantité de courant que la batterie peut produire. La batterie. مثلا دابا اون باتري مشارجيا مزيان اوكي اي شارجي اون بيرمانونس بوندون 20 اور افيك 5 امبير اي لي كومبليتمون شارجي ابري سيت بيريود دو طون سولا دون اون كاباسيتي دو 5 فوا دو 5 فوا 20 اور او 100 امبير اور او 100 امبير اور دابا الفكره بالكو دي الى شدينا باتري ودرناها في الشارج لمده 20 ساعه وغير كندخلوا لها الضو لو كورون غير ب 5 امبير ما كندخلوش ليها ب 10 امبير ولا ب 20 امبير غير ب 5 امبير نشرحوها كيف ما كنقولوا بشرح الخشيبات اللي عندنا واحد الخنشه خاويه ولينا نعمروها بشي حاجه معينه اوكي الى كتهز انت ديك الحاجه بالعشرة وكتعمر في الخنشه غادي تعمر الخنشه في اسرع وقت ولكن غيبقاو فيها بلايص خاوين ما غاديش تكون عامره مزيان ولكن الا كتهز بالوحده بالوحده وكتحاول انك تحط هذيك الاشياء اللي كتعمر بها الخنشه كل حاجه في بلاصتها مزيان وهذا
هذاك الخوا اللي كاين بين هذوك الحوايج اللي كتعمر بهم انت الخنشه كيكون قليل، يعني غادي تعمر الخنشه في واحد الوقت اللي هو طويل ولكن غادي تعمرها مزيان. كذلك الباتري، كلما طولتي ليها المده ديال الشارج ونقصتي ليها لومبيراج، يعني مشيتي هذاك الشارجور ديال الباتري اللي كيشارجي ليها ونقصتي ليه في لومبيراج وطولتي ليها المده، كتشارجها مزيان. والعكس، الا طلعتي ليها لومبيراج غادي يشارجيها الشارجور في اسرع وقت ولكن ماشي مزيان. سي بون، كنسموها شارج رابيد. خلاص، هذا هو لو سامبول اللي كيشعل عندنا في الطابلو فاش كتكون باتري ماشي دي شارجي، وانما كتكون لا باتري ماشي في الحاله ديال الشارج. امتى كيشعل لينا هذا؟ كيشعل فاش حنايا كنشعلوا لو طابلو، طابلو دبور ديالنا الكتريكمون، كنقولوا يعني كناكتيفيو الكنز، لا بون كنز كنسميوها. اوكي، من بعد غادي نتفاهموا على هاد الكنز و 30 و 31 وداكشي الاخر. فاش كندي نشعلوا لو طابلو دبور، باق كيشعل الضوء في الطابلو، كتشعل هاد البوله هادي. علاش؟ لانه شكون اللي شعل ليا البوله؟ شعلتها لا باتري، يعني لا باتري ما كايناش في الحاله ديال الشارج، هي بالعكس ديك الساعه هي تستهلك منتجه. فاش كنديماري لو موتور، غير كيديماري لو موتور كيبدا لالتيرناتور كيشارجي لا باتري، غير كديماري الموتور كيبدا لالتيرناتور كيشارجي لا باتري، كطفى البوله. هذا هو المقصود بهاد لومب تيموان، لومب تيموان. سي بون، نمشيو دابا ستركتور دين باتري دو فواتور. بالنسبه لستركتور دو باتري دون فواتور، شاك كونديكتور سي كون ا بيزوان دين باتري بور ديماري، اي سائق عارف انه خاصو باتري باش يديماري. مي كومون اون باتري ايتيل كونستخويت، يعني مناش كتكون هاد لا باتري. لي كومبوزون اسونسييل هما لي لا سوليسيون ديليكتروليت اللي كنت قلت لكم في الاول، هو المجموع ديال الماء لو ديستيلي مع لاسيد سلفيريك. دون لا بليبار دي كا لاسيد سلفيريك ا 37% 37%، يعني غتبقى غادي تبقى لينا 63% ماء. هذا هو يعني كنقولوا تقريبا 40% اسيد سلفيريك و 60% لو ديستيلي. لي بلاك سون غولي الترناتيفمون ا لا بورن بوزيتيف، لكن اللي كتكون غالبا روج ياك، و ا لا بورن نيجاتيف اللي كتكون غالبا بلو، اللون ديالها بلو. بور كو لي بلاك شارجي دو فاصون اوبوزي نو سو توش با اي بروفوك ان كور سيركوي. سي بون، ان كور سيركوي شنو هو؟ ان كور سيركوي هو فاش كيتلاقى ليا البلوس و الموان ديريكتومون، ما كاينش بيناتهم واحد لو كونسوماتور. سي بون، فاش كيكون عندي يعني واحد الشارج ولا لاباتري سخنات مزيان، وهذا كيكون واحد الانتاج ديال بعض الغازات كيخرجوا من شي من دي بتي ترو، تقيبات صغار كيخرجوا من الجناب ديال لاباتري باش كيمشيو الهواء طلق. سي بون، لي زانفورماسيون سور لا كونستريكسيون ديال لاباتري، يعني كيفاش الصناعه ديال لاباتري، غادي نشوفوا لانستالاسيون، لو بوا بوزيتيف نيجاتيف، الفولت، طونسيون، دات دو فابريكاسيون، durée de conservation, connexion en parallèle. Abqaw maya, hani raja' lik. C'est bon. On continue. Chnou gna? Gna? Gna?
التسمية ديال لي شوز لانستالاسيون ديال لا باتري. هاد لي شوز لي هنايا اوكي شوفهم. Si vous voulez installer une batterie de voiture, vous n'avez pas besoin d'aller au mécanicien le plus proche, car n'importe qui peut installer une nouvelle batterie de démarrage eux-mêmes. Et واحد ممكن يحط الباتري في بلاصتها في الفييكول. غالبا كنحتاجو بيب 10 بيب 13 لحساب ديك لي كوس ولا لحساب لي فيكساسيون ديالها. يعني ما تحتاج ان ميكانيسيان, واخا انه كاين دوطخ ديتاي غادي نشوفوهم ابخي. Si vous suivez ces étapes, vous ne pouvez pas vous tromper et vous économisez beaucoup d'argent. Procédez comme suite pour installer une nouvelle batterie. Cette méthode, nous allons voir une fois, une fois rencontré dans l'atelier, Inch'Allah, la semaine qui vient. هنا كيكونوا عندي دوك لي كابيشون, واحد الغلاقات لي ديال لي بون ديال لا باتري. من بعد كنحطوها في بلاصتها سي بون. كنفيكسيوها, كنصبقوا داك الكوس لي هو روج هو الاول سي بون. كنلصقو في لابورني بوزيتيف ديالو, ومن بعد غادي نقولو علاش. عاد من بعد كنديرو نيجاتيف. هنايا نقدر نوقف نعطي واحد الملاحظة مهمة جدا. الا بغيتي تقطع الضوء على الطوموبيل, افضل حاجة اللي هي يعني اكثر احتياطا وكل شيء, هي تحيد لابور نيجاتيف ماشي البوزيتيف. ومن بكري لحد الساعة يعني تبقي الناس كيعتقد انه الا قطع اللي بغى يقطع الضو كيقطع كيحيد داك الكوس ديال القطب الموجب, يعني راه يعني قضاء نهائيا على الحركة ديال الضو. لا, اللي بغيتي تقضي نهائيا على الحركة ديال الضو كتحيد القطب السالب, هو اللي خاصو دابا يتحيد ماشي موجب. باختصار علاش؟ لانه في هذيك الدقائق اللي جايه مثلا حيدتي البلوس وخليتي الموان, فهذيك الثواني اللي من بعد او الدقائق اللي من بعد كيكونوا دي شوز في الطوموبيل اللي كيشدوا الضوء واحد شويه. الى باقي راكب ليا هذاك القطب يعني الكوس البورن نيجاتيف باقي راكبه, هي لاماس هذوك لي بيس شادين الضو باش يتحرك الضو, هما فيهم الضو يعني فيهم هما البلوس ولاماس باقي راكبه باش غيوقع, يعني هذاك الضو غيولي خارج منهم كيتحرك في الكابلات, يعني ممكن يطيح في واحد المشكل سي بون. اذا باش انايا يعني هذاك الضوء كنمنعو من الحركه, هذوك لي زيليكترون اللي كنا هضرنا عليهم ما يتحركوش. واخا تخلي هذاك القطب الموجب راكب وتقطع القطب السالب اللي هو لاماس, صافي قضيتي نهائيا على الحركه ديال لو كورون الكتريك سي بون. فاش كنركبو البوزيتيف عاد نيجاتيف سي بون, كنزيروهم بالفيسات ديالهم خلاص. من بعد باش ما يصديوش ليا هادوك لي بون كندير ليهم شويه لاغريس سي بون, شويه لاغريس اولا كاينه لواحد واحد سي كومون غريس حتى هي بحال الرشاشه كنرشو عليهم باش كنحافظوا عليهم من لا كوروزيون اللي هي الصدع سي بون. لحقاش لا كوروزيون كدير لك بحال اون ريزيستونس وكدير لك لو بلوكاج ديال الضو, ما كيتمشاش في الطوموبيل. ويعني للاسف تلاقينا مع بزاف ديال الطوموبيلات فيهم ديفو
دي فوات عندهم العلاقة بلو كوتي إلكتريك، والسبب أنه هذوك لي كوس ديال لاباتري لي بون ديالهم مصدين مسخين، فاش غير كنقيهم بلا بغوص ميتاليك يعني المشطة المعدنية راكم عارفينها، كنقيهم مزيان وكذا ونحيدو منهم داك الترسبات اللي كاينه فيهم دايره بحال ملح هذاك الشيء بياض، المهم مخلط صافي هاد الديفوات كلهم كيمشي. اذا بعض المرات سميتو ماشي بعض المرات، انما اغلب المرات هادوك لي ديفو الكتريك في الطوموبيل كنلقاوهم غير من الباتري، ما تمشيش كاع لشي حاجه اخرى. هنا نقدر نذكر ونعاود انه في ما يكون عندك شي حاجه عندها علاقه بالضوء اي طوموبيل كيف ما بغا تكون، اول حاجه تقلبها في هذيك الطوموبيل هي الباتري، لانه هي باش انت يا خدام. الا مشيتي حتى ميكتي على الباتري ومشيتي كتقلب في بلايص اخرين، غيقدر تبقى تضيعها في الوقت ديالك، غتحمقك هذيك الطوموبيل، والديفو كاين هو غير في الباتري. سي بون، المهم نتمنى انه تلتقطوا هاد الفكره مزيان وتخدموا بها في حياتكم المهنيه دون فوتخو في بروفيسيونيل بروشينمون ان شاء الله. دابا الوزن كيكون بين 10 حتى 30 كيلو لحساب لي كومبوزون ديالها ولحساب الحجم ديالها. سي بون، لحساب لي كومبوزون وحتى لحساب الحجم ديالها، ما غاديش نطولوا في القضيه ديال الوزن. سي بون، هنا القضيه ديال بوزيتيف او النيجاتيف، كنحاولوا انه باش راه كاين الرمز خلاص كتلقى في القطب السالب ديك العلامه ديال ناقص، القطب الموجب العلامه ديال زائد باينين، ولكن كنحاولوا نديروا حتى اللوان باش نزيدوا نثبتوا. يقدر انه مع الوساخ ولا هذاك البلوس ولا الماء يكونوا مضرقين ولا شي حاجه، فاش كتكون عندك لي كولور كتزيد كتثبت. ولكن هنايا انصح لحقاش بعض المرات كنطيحوا في دي زيغور، وهذا الواحد يشوف كل شيء، يعني اللوان مزيان اياه ولكن شوف شنو مكتوب، افضل حاجه شوف شنو مكتوب. وهذا هاد الملاحظة كتخص بزاف لي فيل الكتريك الخيوط، الا ديتي على الخيوط وهذا صعيب. كاينين الطوموبيلات اللي هما تصوبوا يعني في الوزينات اللي كيحترموا لي غوفي تكنيك، هذا كيحطوا لك الالوان ديال لي فيل وديال لي كابل صحاح، ماشي كيشدوا الخيوطه وكيعديو كيف ما كيديروا عندنا حنايا دي باني، مره يدير لك فهمتي كيشد خيط كيف ما كان ويقول لك المهم راه بحالو، ويعني وماشي سوقه هو دابا في اللون. وكاين عندنا يعني للاسف يعني حتى في المونتاج ديال لي فواتور كاينين اللي ما كيحترموش بحال هاد المسائل هادو، لذلك باش ما تطيحوش مشاكل ياك ما تعولوش على الالوان، وانما تبتوا هذاك الخيط فين غادي وفين جاي فهمتي، شوفوا هذوك لي سامبول، شوفوا الاسماء اللي مكتوبين او الرموز اللي منقوشين. الفولت احنا عندنا سميتو لا باتري كنقولوا 12 فولت ياك، بعض المرات الى شارجيتيها الى شارجيتيها سي بون راه كتكون فيها 12 فاصله، هذا هو يعني 12 فاصله، ممكن دابا توصل كاع حتى 13 كاع فولت على حساب. سي بون، هذا هو اللي كاين. الى الباتري كتشارجيها وكلشي كنشارجيوها زعما وكنقولوا خدات الوقت ديالها الكافي في الشارج، وكتلقى فيها دائما قل من 12 فولت، ما كتلحقش هي 12، كتلقى 11 فاصله. خاصك تفهم
انه هذيك لا باتري راه il doit être changé، صافي خاصنا نبدلوه حقاش غادي تخوي بك عما قريب. سي بون pour ce qui est tension. OK، la tension. La plupart des systèmes électriques modernes fonctionnent en utilisant 12 volts. La batterie doit porter au moins cette tension. La tension de la batterie est un multimètre. Un multimètre, c'est un appareil qui est la mesure de plusieurs grandeurs électriques. On a vu l'ampérage, le voltage, la résistance. Le sens de la diode, la fréquence, le hertz, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Une pince empirique, la mesure de la dynamique de la chimie, il y a un appareil, je vous ai dit, ولي كنعبروا بها لا ريزيستونس بوحدها سميتها الاوميتر. فهمتي؟ غير وليو خاصين خمسه ديال لي زاباري ولا سته، دابا ولاو كلهم مجموعين دون ان سول. يكفي انه غير انت كتختار اشنو بغيت، واش بغيتي تعبر فولتاج ولا لامبير ولا هذيك تكون مزيانه، وراه غادي كيصغروا ان شاء الله تعالى حضوريا في لاتولي. غادي نجيب لكم جوج ولا ثلاثه ديال لي ملتيمتر ديفيرون ونشوفوا دوك لي ديفيرونس اللي بيناتهم وطريقه الاستعمال ديال كل واحد وباش كيمتاز هذا على هذا. سي بون، هذا هو اللي كاين. بوغ لا دات دو فابريكاسيون، هذه جد 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 مهمه. الله يرضي عليكم، هذه ياك هذه بغينا نثبتوها مزيان. اين باتري نوفيل، ياك اون نوفيل باتري، سي بون. واخا نقراو الباراغراف نشرحوه ونقول لكم هاد لانفو. لا دات دو فابريكاسيون ديال لا باتري اي امبورطونت كار اون باتري كي نا با ايتي كونيكتي اي اوتيليزي دوبوي بلوس دو 12 موا بو اتر ديشارجي. دابا لا باتري صوبناها وحطيناها في لو ستوك، ما تستعملكش كاع، باقا بالميكا ديالها، يعني باقا كيف ما نقولو حنا جديده. داز 12 موا، يقدر في هذيك 12 موا يعني 12 شهر ديشارج هذيك الباتري كومبليتمون تخوا. هذيك الساعه غير لوحه وباقا بالميكا ديالها كاع صافي. لي باتري حتى ديال لي تيليفون موبيل البورطابلات ديالكم، الا مشى الباتري تخوا وصل زيرو صافي، راه ما غيبقاش يشد ليك لا شارج مزيان من بعد. باش حتى نتوما تكونوا على بال. غير اللي كيوقع فاش لا باتري ديالك كتبقى كديشارجا وكتقرب تخوا، اوتوماتيكمون كيطفى التليفون ديالك راسو ياك اوتوماتيكيا ياك، وكيبقى شاد الذاكره ديالو بواحد الريزيرف كاين في ديك لاباتري. سي بون، الا عاوتاني نسيتيه هو في هذيك الحاله، غادي حتى هذيك الريزيرف غادي تمشي وغادي تخسر لك لاباتري صافي، غير دبر في باتري جديد. ميم سي غيان نو فيد لاباتري، يعني قال لك اودي كتخوى الباتري واخا تكون محطوطه كتخوى راسها. Il peut néanmoins se décharger, mais déterminer la date de fabrication exacte. Pour déterminer, vous devriez regarder attentivement le terminal négatif. Il y a souvent un nombre à quatre chiffres imprimés qui sont les deux premiers qui sont la semaine de fabrication. Les deux derniers, l'AM. C'est bon, les deux derniers, l'AM. Qui fait ce qu'il y a C'est un débat. Quand la cache d'un labor négatif, mais c'est une tâche.
20 بحال هكا سي بون. شنو كتعني 13؟ كتعني الاسبوع رقم 13. اذا مشينا مثلا الاسبوع رقم 13 في 2020 سي بون. نحاول انني نبارطاجي معكم اون اوتر شوز, نبارطاجي معكم هكا مثلا كنمشي هنايا قلنا 2020 اسبوع رقم 13 ياك, اسبوع رقم 1 هو جانفي 2020, ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الاسبوع رقم 13 هو السيمانه, نقولوا السيمانه الاولى في مارس 2020, يعني مارس 2020 هذا هو المقصود ب 13 2020, هذا هو يعني مارس 2020, هذا هو التاريخ ديال لا فابريكاسيون. وهاد لا ميثود هادي كاين حتى في لي بنو, البناوات حتى هما كنديروا فيهم الاسبوع والسنه. Les deux premiers chiffres, il y a aussi des piles qui ont un autocollant montre le mois et l'année. بعض المرات حسب كل شركة كاين اللي كتلقاها ملصقة, كتلقى باتري ملصقين فيها دوك بحال تيكي اوكي, فيه مذكور نيت هكا الشهر كيقول لك فيفري كذا كذا ولا غادي. لا دابا لا دوغي دو في يعني مدة الحياة ديال لاباتري, شحال كتبقى ديك لاباتري خدامة سي بون, شحال ممكن تبقى هاد لاباتري خدامة. عندنا لا دوغي دو في اون دي كوز لي بلو كورونت دو بان دو فواتور ايت ان ديفو دو باتري. ها فوالا قال لكم دي اكثر يعني لي بان اللي كيوقعوا كذا او يعني اغلب لي بان, اغلب لي بان اغلب اسبابها الباتري. الشيء اللي كنت قلت لكم ديك الساعه. مي كومون لا دوغي دو في دين باتري بو تيل اتر زيتوندو سيرتو ايفيتي لي كور تراجي. Cela draine la batterie plus rapidement car l'alternateur ne peut pas recharger suffisamment la batterie pendant ces courtes périodes de temps. الكودي هذوك اللي ما كتحركش بالباتري واحد المسافات اللي هي طويله بزاف ما كيعطيش الوقت للالترناتور باش يشارجي ليه الباتري مزيان. Lorsque cela est possible, le niveau de liquide dans la batterie doit être vérifié une fois par an et complété avec de l'eau distillée si nécessaire. الكودي الى هادشي ممكن خاص تقلب ديك لا باتري تقلب ليها النيفو ديال الالكتروليت ديالها داك المحلول السائل اللي فيها اللي هو مخلط فيه لاسيد والماء, وباش باش تزيد الماء الى خاصك تزيد غير لو دي لحقاش كيتبخر الماء بوغ ايفيتي اون باتري سيشي باش ما نطيحوش في مشكل ديال الباتري ناشفه من الماء, اما راه لاسيد راه باقي فيها. Cela contribue également à minimiser l'écoulement électrique du système de la voiture, par exemple teindre la lunette arrière et les rétroviseurs latéraux dès qu'ils sont dégagés. C'est bon. Éteindre, dit monsieur teindre, il y a la lunette arrière. Lunette arrière, il y a des kzaja, les kzkonflor, ok, il y a le coffre, qui confère chez Taout. ياك هذوك الخطاوط هما راه هذوك كيدوز فيهم الضوء 12 فولت, هما ديال لو دي جيفراج اولا ديزومبياج دي جيفراج ديال هذيك الزجاجه, وكانوا تصاوبوا على اساس كيسخنوا ليا الزجاجه باش داك الثلج اللي طاح عليها كيذوب اوكي. وطبيعة الحال حتى ديك الضبابه ولا هذا كلشي كيذوب باش السائق بهذيك المرايه اللي كاينه قدامه يقدر يستعملها, لانه هي
خاص باش يبان ليه شنو كاين موراه انطلاقا منها. هذاك الشيء علاش خاصو يخدم هذوك الخطاوط، يدوز فيهم الضوء باش يذوب لي اي حاجه، سواء كاينه من الداخل ديال الدجاجه او لا على برا ديال الدجاجه، كانت ثلج ولا ديك الطبقه ديال النده ولا شي حاجه كيف ما كانت كذوب تحيد. سي بون. كونيكسيون اون باراليل، هنا دابا بعض المرات كنبغيو نشارجيو او لا كنبغيو نديماريو لشي واحد عندو باتري عيانه، دائما كنجيبو ان باتري مثلا وكنديرو البلوس مع البلوس والموا مع الموا، يعني الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. غنحاول انه نعطيكم الكلمه اللي بغا هيك. هنا غنمشيو للقضيه ديال البيع ديال لي باتري. سي بون، كاين اللي كيمشي كيلقى باتري جديده باقا بميكتها بواحد الثمن اللي هو طايح بزاف، كيقول لك اودي هذه همزه، ولكن راه ماشي همزه، راه انت هو الهمزه. علاش انت هو الهمزه؟ علاش هذا كيكون وفي لي التاريخ استاذ؟ فوالا، لانه كتكون قدامت عنده في الستوك، قدامت عنده في الستوك، راه باقا كدير هكا، باقا جديده، ولكن وليدي راه صراها قدامت عنده في الستوك. لذلك اللي بغى يشري باتري جديده ديال بصح خاصو يشوف تاريخ الصنع ديالها، ما خاصهاش تكون فايته 3 شهور مثلا. دابا حنايا في شهر 2 ياك، يعني الا قدامت كاع تكون مصوبه في شهر 12 2020، ما تكونش قبل من شهر 12. قبل من شهر 12 ولي انت بغيتيها ياك، خاصو يحيد لك في الثمن ديالها، يعني كل ما قدام في باتري كنحيدو في الثمن. واللي باتري دوبل في، يعني تصوبات في شهرها مثلا، مصوبه دابا في شهر 2 اوكي، راه كتبدا الحساب ديال 5 سنين صافي كتموت الباتري. هذا هو لا دوغي دو في، العمر ديال لا باتري ولا مده الصلاحيه 5 سنين. السلام عليكم. بواحد الشرط، الا كانت باتري دو كاليتي جوده عاليه 5 سنين ما غاتفوتهاش ليك. باتري عاديه ومسلكه شي ماركه ما هياش ولا الجوده ناقصه، راه 3 سنين، 3 سنين ونص، 4 وبزاف عليها، محال تلحق كاع 4. ولا رديتو البال الناس اللي كيشرو الطوموبيلات جداد دوبلو في، منطقيا كيكونوا فيهم باتري دوريجين، هادوك راه كيضربوا ليهم 5 سنين نيشان بالحساب. والناس اللي عرفت يعني كلهم شراو لي زوطوموبيل دوبل في 5 سنين، كتقول ليه الباتري بدني صافي. وبعض المرات كتعطيك علامات ديال التعب ديالها، وبعض المرات ما كتعطيكش. سي بون، واحد الاستاذ معنا عادي سميتو خارج بها، وقف غير 2 دقائق نزل منها هكا سكتها، سميتو 2 دقائق مشى للحانوت رجع ابغى تشد ديماري ليه، صافي مشات. ما وقبل قال لي ما عطاتوش شي علامه شي نهار ولا شي نهار صبحت خاويه ولا والو، يعني فجأة هكا. هذا هو الديفو اللي كاين في الباتري. وبعض المرات كتعطيك اشارات انها قربت سميتو، غير الا عطاتك الاشارات ما كاين لاش الواحد يبقى بخيل وسير هز واحد 800 درهم ولا 1000 درهم وجيب باتري مزيان ديريكت صافي، راه صافي راه. وحمد الله منين بعدا علماتك هما، راه ما كيعلموش لي باتري. اسكو فو زافي دوطخو كيستيون؟ مرحبا، اسكو فو زافي دوطخو كيستيون؟ استاذ، واش ملي كتكون مخدم راديو ولا موسيقى في الطوموبيل وهي ساكته كتاثر على الباتري؟ ماشي كتاثر على الباتري، كتاكل لك من الباتري وصافي، كتستهلك منها، ماشي كتاثر، ما فيها حتى شي باس. ولكن الا طولتي بزاف اش غادي يوقع لك؟ غادي تخوي الباتري.
ياك الى خويتيها ونقص الفولتاج ديالها بزاف شنو المشكل اللي غطيح فيه فاش غتبغي ديماري الموتور من بعد ما غتكون الباتري ما داك الضو اللي فيها ما كافيش باش يديماري باش تخدم لك لو ديمارور لانه لا بيس اللي كاينه في الطوموبيل حاليا ومعروفه عند لي ميكانيسيان ولا لي زيليكتريسيان لا بيس اللي عندي في الطوموبيل اللي كتاكل ليا الباتري بزاف هي لو ديمارور داكشي علاش كنحاولوا دائما تبقى له باتري مجدينها للديماراج ديما هذا هو اللي كاين تقدر تخدم الراديو ولا يعني واخا الموتور ساكت ولكن ما تطولش بزاف ما تطولش بزاف اسكو فوزافي دوطرو كيستيون مرحبا دوطرو كيستيون Alors, il y a des questions. C'est bon? On va voir ce qu'on va faire. اليوم كيف ما شفتوا فصلنا شويه فيها ياك وغادي نكملوا غدا غادي نبداو فين نوقفنا اليوم يعني غادي نبداو من لونتروتيان ديال لا باتري يعني كيفاش كنتهلاو في الباتري كيفاش كنقلبوا لا باتري سي بون غادي نشوفوا هذا الشيء كامل كيفاش كنقلبوها وهذا وطريقه الابار ديالها هذا هو كيفاش كنحييو اون باتري ميته بعض المرات كنديروا بعض المحاولات باتري يعني باقا مزيانه ما تسعمناتش بزاف وهذا وخوات كومبليتمون كيفاش كنديروا ليها الانعاش كيف ما كنديروا الانعاش للبنادم حتى الباتري كنديروا ليها الانعاش حتى هي يعني كنعاودوا نردوها للحياه بهذا المفهوم هذا سي بون Alors, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer la séance ici. Je vais vous donner un peu de temps. Et je vais vous donner un peu de temps.